احنا لبينا النداء ديال ملكنا الله يرحمه ويولي برحمه الله، وحنا تابعين المسيره ديال محمد السادس نصره الله وايده، وحنا مشينا للصحراء وخرجنا من المغرب من الدار البيضاء الى طرفايا، ومن طرفايا الى الطاح، ومن الطاح رجعنا لطرفايا، ورجعنا لطرفايا تما بنينا الخيام ديالنا، وتما فين استوطننا اللي حتى عاودتني لبينا النداء ديال الحسن الثاني الى الرجوع الى ارض الوطن. الى اللي بقى لي في الذكر ديالي هي الخيام اللي كنا بانين، واللي قال لنا الحسن الثاني رحمه الله عليه باش نمشيو للكروشي. مشينا صفوف وصفوف، وصلنا للكروشي تما فين تحبسنا، حبسونا تما حتى صلينا، حبسونا الناس ديالنا، تصلينا الصلاة تما في الكروشي، ومن بعد رجعنا للطرفايا، للخيام ديالنا، وبقينا في الخيام ديالنا حتى عاود ملي جات الكلمة من عند سيدنا الله يرحمه، عاد رجعنا للدار البيضاء. هذا النشاط يأتي في إطار الاحتفال بأجواء ذكرى المسيرة الخضراء. هذه الذكرى التي هي ذكرى كل المغاربة. المسيرة الخضراء أو ذكرى عيد المسيرة الخضراء يعني ينتظرونها كل المغاربة بفارغ الصبر كل سنة. بالنسبة لهذا النشاط، هو نشاط يعني عنده فقرات مختلفة، يعني تدخل في إطار المنوعات الفنية بكيفية عامة، وكيأتي أيضا في إطار هذه النهضة السوسيو ثقافية التي شهدتها مقاطعة الفداء من خلال هذا المجلس وهذا المركب الثقافي. بكل صراحة يعني بدأ كيشهد واحد الحركة ثقافية، حركة فنية على مستوى، على جميع المستويات، إن على مستوى المسرح أو الثقافي بشكل عام أو جميع المناسبات. بالنسبة لفقرات هذا الحفل، هي بصراحة يعني كتعكس أجواء هذه الفرحة، بحيث يعني في باب المسرح كانت تنتصب مجموعة من الخيام والدفوف وبعض الأهازيج الصحراوية والناقة وما إلى ذلك. يعني داخل القاعة هناك عروض يعني تعكس هذه الأجواء الاحتفالية، مثلتها كل الفرق الفولكلورية، قناوة مثلا أو يعني الحساني سميتو الموسيقى الحسانية وما إلى ذلك. يعني مجموعة من الأهازيج التي تعكس قيمة ووقع هذه المناسبة. وما ميز هذا الحفل وهو حضور يعني مجموعات إفريقية التي انخرطت بكل تلقائية داخل هذا الحفل، بحيث أنه بدأت تتغنى بأجواء الصحراوية وبصوت الحسن ينادي، يعني واحد الأجواء يعني منقطعة النظير، مما يعني استجابت بتلقائية، مما يعني أن هذا الوقع ديال ذكرى المسيرة الخضراء لم يبقى محصورا على الصعيد الوطني، وإنما أصبحت له امتدادات على الصعيد العالمي.